سلبيه المزحه الثانيه لمحمد عواد. محمد عواد خد كلام كتير جدا على السوشيال ميديا، ازاي واحد جاله كورونا والمزحه ايجابيه وخمس ايام بقت سلبيه؟ ده قضاء ربنا يا جماعه، تعترضوا؟ حاجه غريبه يعني. يعني وبعدين ممكن المزحه الاولى ما بتبينش قوي، فالمزحه الثانيه بينت. هو انتوا زعلانين ليه؟ الناس بتعترض على كل حاجه ليه؟ فالراجل اهو. وبعدين رويترز كانت منزله مقاله ان الفيروس الافكت بتاعه قل شويه، يعني ده بسبب المناعه العامه. خلاص يعني ايه ده، انا بقيت دكتوره يا جماعه، الله. وبعدين ده لعيب يعني، يعني لو هو شايف نفسه ان هو تعبان مش هينزل، بقى انتوا عايزينه ينزل وعايزينه يفضل مصاب، فكلام غريب جدا. محمد عواد نزل التدريبات، انتوا زعلانين ليه؟ ايه اللي مضايقكم؟ اصل المسحه طلعت سلبيه. طب ما الحمد لله، هو او غيره، احنا عايزين الناس كلها تبقى كويسه والناس كلها يعني. عشان طلعت ايجابيه في المسحه الاولى ازاي بقى؟ ده كان بيمثل، في حد هيقبل على نفسه كده؟